اولا سعيد سعادة غامرة بزيارتي لأهلي وأحبتي في الجزائر، وهو الشعب الأكثر حبا للعبد الفقير، لأنه شعب حسن الظن، شعب فيه المروءة وفيه الشهامة وفيه الخلق وفيه الصدق وفيه حب العلم والعلماء، وهذا ما أعهده دائما كلما زرت الجزائر وبالذات في هذه الزيارة الأخيرة. أما أهل سطيف ما شاء الله، أولا لما دخلت إليها ورأيت على حدودها وفي أرضها الخير والخضرة وهذا الجو الجميل، هذا دليل على صفاء نفوس أهلها وجمال نفوس أهلها. أما ما رأيت في المسجد اليوم من ازدحام وتواجد، هذا دليل على أن شعب سطيف هو جزء من الشعب الجزائري المحب للعلم، يعني يقدر العلم وأهله. فبفضل الله سبحانه وتعالى حقيقة أنا أقول أن زيارتي للجزائر إذا كان بنظام شحن الموبايلات يعني قد شحنت قلبيا بالإيمان لزيارتي للجزائر. الجزائر لا ينقطع الخير عن أهل الخير، لأنهم أصلا هي أرض سبحان الله يعني معطاءة، وهي أرض سبحان الله العظيم دائما يعني جاذبة للخير. وكما قلت في محاضرة اليوم أن أي دولة أي مدينة تشعر بمدنيتها وحضارتها الحقيقية هي اهتمامها بالعلماء وترحيبها بالعلماء، وما يعني علماء الجزائر هم من أصفى وأنقى وأعلم العلماء إلا صورة واضحة، لأن هذا التوازن الموجود ما بين العالم وما بين الحاكم وما بين الشعب، هذه يعني منظومة يجب أن تكون مثالا يحتذى في بقية الدول، وهذا مثال التوازن هذا يعني يثبت أن الغوغائية والعصبية والتوترات لا تبني سكينة ولا تفتح آفاقا. فطبعا يعني كلما دعاني أهل الجزائر أكيد يعني ألبي الدعوة. لا والله، أولا احنا خطابنا الإسلامي دائما يجب أن يمس واقع الأمة، لا نتكلم خطاب أكاديمي، هذا في كليات الشريعة وداخل قاعات المحاضرات وفي أطروحات الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه. أما نحن في المساجد نحن نكلم الناس بما يفهمون واقعهم، المهم أن يصلح أمر الزوج مع زوجته، الأب والأم مع الأولاد، سبحان الله المحن التي يقابلها المسلم في حياته يصير يوسف رمز، لأن هذه المحن التي ألمت به وحولها رب العباد إلى منح. كل هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في دروسنا ومحاضراتنا. أولا قلة البضاعة الفقهية تضر، ويجب على الناس لا تأخذ الفتية إلا من أهل العلم الثبوت الذين درسوا الفقه وأصوله ودرسوا الشريعة على أيدي علمائها وأساتذتها. فإذا كان في الطب لا أستطيع أن أخذ دواء وصفه لي المحامي، ولا أستطيع أن أبني البيت عن طريق واحد شاعر أديب يكتب في صحيفة ويؤلف دواوين الشعر ويقول له والله ابني لي البيت، نروح في خبر كان. فأيضا العلماء الثبوت وهم كثر بالحمد لله سواء في الجزائر أو غيرها يجب أن نقول إليهم. أما قليل البضاعة الفقهية الله يرضى عليكم يعني يجب أن يمتنع، لأنهم عالة وبطالة في سوق الدعوة الإسلامية. بارك الله فيك.